سلام. طيب مدحنا كذا. الحقيقة يا أخوان أنا كنت في الديرة وألعب في البطل إيش اسمه عندنا حصن ألعب فيه هو الجرش. تعرفونه؟ معروف. تعرفه يا جميل؟ تعرف الجرش؟ الخرسان زي الخرسانة. المهم. وش هو؟ تعرف الصفا؟ أيوة. ها؟ أي. وش الصفا؟ اللي تقول ضلع تقول جبل. أبيض. أيوة. ها والله ما يعرفه. الصفا تراب تراب. يا أخي. أنا أعرف الصفا. يا أخي بيع يا أخي. بيع 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 بيع. المهم. الصفا الأرض اللي فيها في ضلع أرض قاسية صلب. ما تحفر. المهم خلني بعلم. مو موضوعنا. المهم يا طويل العمر السلامة وأنا أحذف كذا بالحود وأحذف اللي حذفته طولت هي فوق في السماء وضربي في قزازة الجمس اللي على الجنب حق جدي. احنا قزاز مواتر جاء التاريخ العجيب. نعم. وين رحت؟ دخلت الصالة اللي في الديرة وتك كذا حطيته كذا وضع ايش؟ هادي وعادي هادي وعادي وعادي. جاك جدي شغل الجمس وين بيروح؟ عصر. وانا العب متى؟ من الظهر. صاحي ما جدي لان ايش فيه بر وسمن ولبن ما يعرف هذي. المهم ناظر جدي قال كذا ما ادري ايش كان يسوي يفحص الموتر الظاهر شاف القزازه مربعات كلها وزين انه كان مضل مربعات يا ولد يشوف يناظر كذا لا والله يا ولد ان المنظر اللي ورا مربعات نمس كذا القزازه تتحرك معه داور من حظي انه ما يدري متى انكسرت الله ايه لانه موقف متى من امس المغرب جاني قال من اللي كسر قزازه ما قلت كذا اخ من اللي على الموتى كانك مجنون ما يجن خبل وانا كنت ادرس في ثاني متوسط اول متوسط ها ورحت البحث دارت 7 ايام عن المجرم عن المجرم الفاعل واروح انا ايش سويت؟ تحسبوني ما بس اني ابيع هنا ابيع برا حتى عند الدان قلت يا جد تعطيه الامان؟ قال اعطيه خلوها قلت بكيفك انا بعطيك العلم اللي كسر القزازه فلان اصغر واحد لبقت هذه اطرف والعماني فيه 13 فلان مين فلان؟ كيف فلان تقولها هنا؟ لان اسم بنت يعني ما لك دخلت سلام حط ولد طيب لا انا بعلم بالحقيقه يلا طيب اسف طرفت له واحدة من بنات صغيرة كان ضاري ذات ابتدائي ولا رابع ابتدائي قلت هذه هي الفاعل عليك بها والله انهم ما يستحون وانها ما تربت صح ضخمت الموضوع ضخمت الموضوع هو ضخم الموضوع ولا لا جابوها طق 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 صلح الموتر بوي كان وين مداوم في الرياض اموره زين وانا مصيب مع جداني وكاتر قزاز صلى الله وبارك هذه البيع القفو كيف تبيع وكيف تخفي جرائمك وانت اكبر واحد في العائله والله الله مبدع كنت مصدق طيب انا عندي بيعه هذه مشكله تفضل ما عندي بيعه